أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج الأسد ليوم الاثنين 21 فبراير شباط 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا أسد، في طموح كبير جدا جدا هيظهر فيك النهاردة، وهتحب انك تطور كل مشاريعك اللي هتكون امامك النهاردة، وده هيحق ليك انك تعمل مشروع خاص ليك النهاردة، فالنجاح هيكون كبير جدا وطموحك هيكون اكبر، الا انك تطبقه ده هيحتاج منك وقت طويل، فما تقلقش لو انك معرفتش تطبق المشروع ده في اسرع وقت ممكن، عادي جدا انت هتاخد وقت فيه علشان تعرف تطوره بشكل كويس. هتتوقع النهاردة انك تقع في الحب لو كنت مش مرتبط النهاردة، وهتتطور في بعض الاوضاع الكتيرة جدا والظروف اللي هتكون شخصية ومتاحة امامك بشكل كبير جدا، هتخليك تتاح ليك ظروف حلوة جدا وفيها تودد كبير جدا، وحتى ممكن يتقرب منك شخص انت كنت دايما بتحلم انه يبقى قريب منك النهاردة، ممكن يعمل كده ويصدمك جدا جدا بسبب الموضوع ده. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، في مسألة هتكون طارئة جدا، هتتوجب منك انك تقترح افكار جديدة ومتنوعة علشان توصل لانك توضح الموضوع ده بشكل كويس مع شريكك، وما يبقاش في غموض في العلاقة ما بينكم، لازم تفكروا بشكل كويس علشان تلاقوا الحل المناسب للمشكلة دي علشان تتخطوها بأسرع وقت ممكن. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، كرمك وجودك وإحسانك تجاه الآخرين هيكون دي صفات هتميزك جدا جدا معاهم، وهترفع من رصيدك النهاردة بين الناس، وهيكونوا حابينك جدا لأنك أنت دايما ما بتخذلهمش لما يتكلوا عليك. في هيكون بانتظار حدث سعيد النهاردة ممكن يحصل معاك، ممكن يكون نجاح باهر جدا أنت كنت مستنيه أو كنت متوقعه أنه يحصل، فالنهاردة اليوم ده استناه ممكن يتحقق حلمك قريبا جدا. بالنسبة ليك صحيا، مش بيجوز اي نوع من انواع التأجيلات اللي انت بتفكر فيها او حتى الاهمالات اللي انت بتفكر فيها بشأن صحتك لليوم ده، ما بنصحكش انك تعمل الكلام ده، لازم تلاقي حوافز اكتر علشان تشجع نفسك اكتر وتديك من عزيمة اكتر الموضوع ده علشان تبدأ خطواتك تاني بشكل سليم وتمشي فيها صحيا بشكل ممتاز علشان ما تخسرش المشوار اللي انت تعبت فيه الفترة اللي فاتت كلها صحيا وترجع لنقطة الصفر. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى مواليد 23 يوليو ل 2 أغسطس، السماء النهاردة هيكون فيها خداع كتير جدا وفي أوهام كبيرة جدا جدا، وحتى ممكن تلاقي أخطاء كبيرة جدا، في تخيلات مش هتبقى واقعية ولا تمس الواقع بصلة، حاول إنك تتجنبها علشان ما تتعبش تفكيرك زيادة عن اللزوم، لازم تفكر بشكل كويس وتكون صادق فكريا علشان تعرف تحقق اللي أنت بتفكر فيه، ما تحلمش زيادة عن اللزوم، خليك في أرض الواقع قليلا. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 3 أغسطس ل 13 أغسطس، بتحذرك السماء النهاردة من إنك تبقى كاذب، الأشياء اللي هتبقى فيها شبوهية أكتر أو كذب أكتر هيحدث فيها أخطاء كتيرة جدا، وممكن إنك تبوظ كل شغلك اللي أنت كنت بتتعب فيه بسبب خطأ صغير أو كذبة صغيرة أنت ما كنتش بتقصدها، فبحذرك النهاردة من إنك ما تقعش لفريسة للكذب. النظر النهاردة عن انطباعك وحدسك هيكون كويس جدا، بس خليك حريص اكتر انك ما تكذبش. بالنسبة لتوقعات العشرية الثالثة مواليد 14 أغسطس ل 22 أغسطس، السماء النهاردة هتطمس فيها قليل من المسارات اللي ممكن تحصل، وهتولد فيها بعض الأخطاء اللي هتحصل برضو، وفي تقديرات حلوة جدا لحالتك اليوم ده، وفي بعض الحنان اللي ممكن تكون بتحظى بيه، وفي بعض المكاسب المادية اللي ممكن تظهر ليك، بس مش هتنجو من المنفى ده، فهتكون حذر أكتر خلال الفترة دي علشان ما تخسرش كتير في مسارك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، مع وجود عطارد في الجانب التحدي البسيط لنبتون اليوم ده، ممكن نكافح شوية مع تصوراتنا لليوم، ممكن اننا نخيم عليها في التمانينيات اليوم ده، وهنميل لاننا نفضل احلام اليقظة اكتر واننا نفكر تفكير ابداعي اكتر من اننا نتعامل مع كل انواع الحقائق والارقام. الموضوع ده الوقت فيه هيكون مثالي جدا علشان نطفي طابع رسمي اكتر على كل انواع الاتفاقات اللي بنمر بيها، لاننا ممكن ما نوليش اهتمام ويكون الاهتمام ده وسيط جدا للتفاصيل، ممكن ما نعبرش عن انفسنا اكتر ولا حتى يكون بوضوح التعبير ده، هيقرأ كل الاشخاص اللي حوالينا رسائلنا وهتكون جيدة جدا.
جدا. بيستمر القمر في انه يعبر الميزان في الصباح وهيدخل في برج العقرب في الصباح. قمر العقرب هيقضي النهاردة وهيكون مكثف جدا وذكي جدا، وهنرى مزيد من الطبقات في الموقف ده، وهنبحث عن مزيد من المعاني والتحديات في حياتنا. وهيدخل القمر في الصباح لبرج العقرب زي ما قلنا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.